السلام عليكم يا شباب، الصوت واضح يا شباب؟ تمام. والشاشة بتاع الباوربوينت ازاي حضرتك يا باين. دكتورة غادة؟ ازيك يا حبيبة قلبي، اخبارك ايه؟ عاملة ايه؟ وحشتيني جدا. ازيك يا جميل، اخبارك ايه؟ بقولك الحمد لله انا ايمان معاكي. ازيك يا ايمان، ازيك يا حبيبي، صوتك ازيك يا منور دكتور؟ الدنيا والله يا ايمان، وحشاني فعلا. ربنا يخليك يا دكتور، والله وحشتيني جدا جدا. بقولك الباوربوينت باينة؟ تمام. تمام، طيب اوكي، توكلنا على الله نبتدي. معلش العكوسات عماله تحصل اليومين دول، معرفش في ايه، خير ان شاء الله. طيب مبدئيا، انتوا فاكرين الحاله اللي انا كنت اخر مره كلمتكم عليها، الحاله اللي كانت عندها اورال ألسر وبكال ميكوزا ليجنز ومعاها الليجنز اللي في النيل اللي هي تريجيوم دي، فاكرينها؟ اللي في اخر مره مش فاكرينها. طيب عموما دي كانت حاله اورال اند نيل لايكن بينس، تمام. فهي جات لي النهارده الحمد لله الايه الاورال ليجنز امبروفد، طبعا خفت خالص ما شاء الله لا قوه الا بالله بعد 3 اسابيع. بس النيل طبعا احنا ايه متوقعين ان التريجيوم از ايه حاجه يعني مش هتخف يعني، اوكي، وان حصل فيه سكارينج خلاص فمش هيخف. فبس حبيت اوريها لكم يعني في البدايه كده عشان تتفائلوا. طيب اور فيرست كيس ان شاء الله، ده كان 72 years old male. الليجن اللي عنده دي of 9 months duration, asymptomatic و increasing in size. ده الكلوز اب فيو بتاعها. حد بس الاول يوصف لنا الليجن شكلها ايه؟ ها نوديول with central necrosis ولا central ulceration؟ في ulcers، تمام. طيب وال periphery دي ملهاش منظر معين كده؟ you can describe. دوم شيب، نعم، دوم شيب او راوند او رولد. كونيك رولد رولد، ماشي تمام، يمشي الحال. طيب تفكري في ايه بقى؟ ممكن بيصير لمفوما؟ ممكن ايه؟ لا مش سامعه، معلش الصوت مش حلو. بي سيل لمفوما، انا سمعت بي سيل لمفوما. اه طيب اشمعنى بي سيل لمفوما؟ احنا قلنا رولد بوردر وفي ألسريشن. الالسر ده مش هيجي مع البي سيل، ممكن يجي مع التي سيل، ماشي انا موافقه معاكي، اي اجري. لو تيومر تمام و of يعني lymphocytic origin، حاجة من ال يعني ال tumor cells هي lymphocytes، اوكي، يعني lymphoma بالأحرى، اوكي، وحصل فيها ulceration، يبقى أنا هفكر أكتر في ال MF مش هفكر في ال B cell، صح كده؟ T مش B، لأن ال D هتعمل epidermotropism، إنما ال B مش هتروح على ال epidermis، وبالتالي ال ulceration is not a case في حالة ال B cell lymphoma، مش هنشوف ulcer، تمام؟ طيب خلينا ايه نبروسيد كده في ال بقية الحاجات. طيب انتي فكرتي في البي سيل، حد فكر في حاجة تانية؟ بي سي سي. البي سي سي، احمد مش كده؟ ازيك يا احمد، الحمد لله على السلامة. الحمد لله تمام، الله يسلمك. رجعت خلاص؟ رجعت، نعم الحمد لله. طيب يا سيدي، انت وانت في عمان مالكش دعوة احنا بينا، صح؟ اوكي، طيب يا سيدي الحمد لله على السلامة. اوكي طيب كويس، ده اكتر حاجه نفكر فيها فعلا. بس هل ممكن نفكر في حاجه تانية لو رجعنا الصوره كده؟ الله عشان يسلمك. الله يسلمك، البيجمنتيشن ده ممكن برضو يخلينا نفكر في ايه، مالجننت ميلانوما مثلا، اوكي تمام، ممكن برضو ايه، بس يعني مش هي الحاجه اللي هنفكر فيها قوي. نقول سيلندروما على اساس انها ايه ماس وجايه على الهيد اند نيك وكده، فممكن ماشي، بس يعني هي البي سي سي اقرب حاجه في الديفرنشال دايجنوستيك. طب هنعمل ايه؟ ميلانوما قصدك؟ ميلانوما عشان البيجمنتيشن، يعني نفكر في الميلانوما، تمام. والدرماتوفايبروسركوما يا دكتور؟ دي اف اس بي، هو دي انا اف اس برضه بي طبعا السايت كومن سايت بتاعها بيبقى ترانك، مش الايه الفيسن دي او الهيدن نيك، تمام. بيسايدز هي شكلها، انا هرجع تاني معلش، سوري. سوري حرقتها. بيسايد هي شكلها كلينيكالي تمام، مش بتاعه الدي اف اس بي، التانيه بتبقى بوتيتو لايك،
تمام، يعني هتلاقي فيها projections كده زي اللي بتطلع من الدرانات بتاعة البطاطس دي، احنا شايفينه ديول البوردر بتاعها رول بيدد كده، انما مش بوتيتو لايك او يعني الليجن مش طالع لها بروتروجنز كده، تمام. دي حاجة، هي ممكن الحاجة التانية اللي تفكر فيها بس الميلانوما، بس يعني البيدد بوردر ده هينفيها برضو الحتة دي، الحتة دي بتاعة البي سي سي صراحة يعني. طيب عموما احنا عملنا ديرموسكوبي وبايبسي، فالديرموسكوبي طلع كده او يعني حاجة شبه كده لان دي جايباها من على النت، فتقولوا لنا بقى ايه الفايندينجز اللي انتوا شايفينها هنا. احمد اين انت؟ نستلمك بقى، انت راجع فريش بقى من الامتحان. ليف لايك ستراكشر برافو، ده الليف لايك ستراكشرز، تمام. وايه تاني؟ والبلو جري، بلو جري دوت بالظبط. وها وايه تاني؟ هاربرايزنج والاربرايزنج بلاد ذا فيزل. فيسلز، يعني مور اور ليس هي مش باينه قوي هنا بس اتس اوكي، زي هنا دي مثلا، تمام. طيب وطبعا الباثولوجي بتاعها الايه، الايلاندز اوف فيزلايت سيلز، وفيها بيريتيومرال، بازالورد بيريتيومرال ايه ريتراكشن، اللي هو بيبقى نتيجه كليفت الفايبرس تيشو نفسه افكتد في نفسه تيومر، تمام. فدي مع البي سي سي زي ما احنا قلنا في البدايه. اوكي طيب، التريتمنت طبعا او المانجمنت اكسجن وذ موز سيرجري، تمام. طيب نيكست كيس، ده 4 مانثس اولد بيبي، بيبي بوي، الليجنز دي اوف 4 ويكس ديوريشن، بقى لها 4 اسابيع عنده. شايفين الليجن اللي هنا دي؟ عشان كده انا مخبتش عينيه، بالاضافه انه امور كده وعينيه اموره، تمام. ففي ليجن هنا شايفينها على الايلد باينه، دي بولي. بولا او فيزيكال، تمام. والباقي ده كراستيشنز، تمام. طيب بولا ام تايب. طيب استني بس ما تشوفي بقيه الصور. اوكي، ها وات دو يو ثينك، لسه برضو بولس ام تايجو؟ طبعا فكر في ايه. نعم زهرة، قولي لنا هتفكري في ايه في الحالة دي؟ الفيس، ماشي انا معاكي، ممكن الليجنز اللي هنا على الفور هيد مثلا هاني كراستيشنز شوية، اوكي. بس الفيزيكال دي ما تجيش مع البولس امتايجو، تمام، لانها تنس بولا او تنس فيزيكال، واحنا عندنا عارفين الامتايجو بيبقى الليفل بتاعه فين، بولس امتايجو سب جرانيولر، سب يعني تحت الجرانيولر زون، تمام. فهيبقى فيري سوبرفيشال، فاحنا هنشوف كراستيشنز مش هنشوف بولا، اوكي. والكراستيشن هيبقى لها الكاركتر بتاع اللي هو هاني يعني الهاني لايك كراستيشن، اللي هي نتيجه ان بيبقى فيه باس تحتيها، اوكي. انما ده فيه فيزيكال اهي، انا عشان كده سايبه لكم العين وعماله اعلم لكم عليه من الصبح، اوكي. وبعدين بعد كده لما شفنا الليجز بتاعته دي مش هتمشي مع الامتايجو، ولا انتوا ايه رايكم؟ كرونيك بولس ديزيز اوف تشايلد هود. او سمبلكس ايبيديمولايسيس بولوزا سامبلكس، بالظبط كده. هم دول اكتر حاجتين هيتحطوا لما نشوف اللور ليمب، تمام. يبقى زي ما انتوا قلتوا كده، اللي يشوف الفيس ما عدا الفيزيكال اللي عند الليفت ابر ايلاند هنفكر في البولس امتايجو، اوكي. بس اللي هيبص على اللي تحت هنحط حاجتين، يا ايبيديمولايسيس بولوزا سامبلكس يا سي بي دي سي. طب ليه ايبيديمولايسيس بولوزا سامبلكس؟ عشان دي الهيموراجيك بولا دي، اوكي، دي 1 وده كمان، اوكي. البولي اللي بيعمل هيموراجيك بولا دي بتبقى بتاعت ايه؟ which type of infection؟ الأوجنا الاوجنا، طيب أوجنا بالظبط أوجنا كده، برافو. بس الليش somewhat annular، فهو ده اللي خلى ايه زميلتنا فكرت في السي بي دي سي، وطبعا انا معاها يعني، بس طبعا مش عامله الكلاسترز اوف جيولز اللي احنا بنشوفها عاده، تمام. بسايز التانية هتبقى ديبر شويه يعني سب ابيدرمال، فالمفروض انها ممكن تعمل سكارنج، انما اللي حصل هنا هايبو بيجمنتيشن، فده ماشي اكتر مع الابيدرمولايسيس بلوزا سامبلكس، احنا بنتكلم كلينيكالي، تمام، كلينيكال توكينج يعني. فهي فعلا ايه، ابيدرمولايسيس بلوزا سامبلكس اتحط الاول ثم السي بي دي سي. طيب الانفستيجيشنز هنعمل ايه؟ بايوبسي عشان بايوبسي، الرول بالظبط اوت كده، سي بي دي. بايوبسي وممكن اميونو فلوريسنس لو نقدر. البايوبسي ورانا ده، قول لنا بقى انت يا احمد شايف ايه؟ سب ابيديرمال بولا، كليفت وفيها ايه انفلاماتوري انفلتريت،
صعب اشوفها هنا. ما فيش سايلنت كله، ما سايلنت فيش كله سايلنت. تمام. اوكي، ودي لو عملنا لها امينو فلوريسنس هيطلع فيها ايه؟ اي جي اي ولا اي جي جي؟ نيجاتيف. نيجاتيف. برافو عليك، ايوه الناس المصحصحه، بحب الناس المصحصحه. اوكي، احنا بنتكلم على ايبيدرمايسيس بولوزا سامبلكس الاوجنا تايب، تمام، اللي هو عاده بيجي ايه سنتريفيجل ويسيب الترانك، يجي على الاكستريميتيز ويسيب الترانك، تمام. ما يمنعش انه ممكن يكون في 1 اور 2 يعني بولس امبتايجو ليجنز اللي كانت موجوده في الفيس، ما يمنعش يعني. طيب هاو تو مانج supportive. سبورتيف تريتمنت بالظبط كده، اولا افويد تروما، تمام. البله اللي فيها بلاد دي المفروض تتفضى البلاد اللي فيها، بس نسيبها ما نعملهاش دي روفنج، اوكي، يعني بسيرنج كده يفضي البلاد، ويتحط لها بقى سالاين وهي في الغيار، يتحط لها سفرتول، يتحط لها توبيكال انتي بايوتيك، ممكن ياخد سيستميك عشان الاكستنسيف ليجنز اللي موجوده، اوكي تمام، خاصه ان في معاها بولس امتايجو، ممكن يبقى قلقانين على الايه جلوميرولونيفرايتس، اوكي لو اديت سيستميك انتي بايوتيك. طيب بعد كده هو بس كده، انت سبورتيف تريتمنت الابيدرمايسيس بولوزا، عرف الاهل ان دي حاجه ريكارنت مع تروما، اتعامل مع التروما، حاسب منها، وفي نفس الوقت ايه هاو تو مانج، بس كده. طيب نيكست كيس، ده 34 years old او دي 34 years old female، a lesion of 7 months duration burning rather than itching، وجاي على اللور ليمب وعلى الابر ليمب، بس شكلها مختلف شويه اللور عن الابر. What do you think؟ الأول حد يوصف لنا الليجن. نيكرولايتك. طب اوصف لنا الليجن الأول كده يا أحمد بعد إذنك. هي أكرا. هايبر بيجمنتيتد، هايبر بيجمنتد بلاكس. كيراتوتيك كيراتوتيك بلاكس. بلاكس تمام. على موجودة على الدورسم اوف فوت، الدورسا بايلاترال اند سيمتريكال على الدورسا اوف بوث فيت. واخدة واخدة أيوه. ها حلو، هتقول حاجة حلوة أهي. واخدة واخدة التوز. واخده البيج تو بالذات اهم حاجه، واخده التوز كلها بس اهم حاجه عندي البيج توز. تو. بالاضافه انت شايف شويه اريثيما عند البوردر، كان يو نوتس ذس، يعني في شويه اريثيما كده عند البوردر، نشوف كده على الهاند شكلها اكزيما خالص، دي منظرها اكزيما خالص اللي على الهاند، تمام، يعني انا لو ما شفتش بتاعه الفوت ممكن احط دي اول حاجه اكزيما، تمام. So الديفرنشال دايجنوزز اكوردنج للاثنين مع بعض، لان انا مش هاخد العينه دي 1 يونت، فانا هحط دي مع دي، فلازم ايه هحط اول حاجه الاكرون نيكرولاتيك اريثيما فولود باي اكزيما او سورايسس، تمام، لو فكرت في حاجات تانية يعني. وطبعا دي المفروض يتعمل لها ايه ديرموسكوبي وبايوبسي اند سم انفستيجيشنز اللاب تيست اللي بتتعمل عشان تو اكسكلود ايه زنك ديفيشنسي زي بتاعت سي او بتاعت هيباتيتس سي. سي. برافو عليك. فاحنا هنعمل ليفر فانكشن تيست، هنعمل هن اكسكلود الهيباتيتس سي انتيجين ان بلاد، هنشوف الزنك ليفل، وهنعمل ديرموسكوبي، ذن وي ار جوينج تو دو بايوبسي. الديرموسكوبي بتاعها كاركترستيك قوي يا شباب، بيبقى فيه براون وايت باك جراوند، دال وايت سكيلز، تمام. هتخرج تاني ولا ايه؟ يا فندم رخصة ايه ده؟ بص الشنب ده كله معلش زعمة. معلش اللي بيتكلم ايش الكلام خارج الموضوع بتاعنا يا ريت يعمل لنفسه يعني ميوت يور سيلف بليز. سنترال وايت اند يلو جلوبيولز، براون جلوبيولز ات ذا بيريفري، اللي هي البراون جلوبيولز اللي احنا شايفينها دي، اوكي، وسكاترد ريجولار ريد دوتس ان ذا سنتر، هي الصراحه جايه في البريفري بس، يعني هو دي الفايندنجز اللي احنا بنلاقيها مع الديرموسكوبي في حالات الاكرال نيكروليتيك اريثيما، براون وايت باك جراوند زي ده، دال وايت سكيلز، السكيلز اللي موجوده هنا دي، سنترال وايت اند يلو جلوبيولز وسكاترد ريجولار ريد دوتس. الباثولوجي بقى ايذر تبقى اكيوت او كرونيك، لو اكيوت هنلاقي فيه شويه سبونجيوزز في الابيدرمس زي ما احنا شايفين هنا كده، وفي الحالتين في الريجولار اكانثوزز، تمام، which is عشان نفرقها من السورايسز، تمام، السورايسز هيبقى ريجولار اكانثوزز، هنا الريجولار اكانثوزز، وكمان ما عندناش الثيننج اللي بيبقى في السوبرا ابيدرمال بليت، تمام، is absent here. البلاد فيسلز اللي بتبقى موجوده عند التيبس اوف ديرمال بابيلي is absent here. بس هيبقى في باراكيراتوزز لان في سكيلز، بالتالي كلينيكالي في سكيلز، يبقى باثولوجيكال لازم يبقى في باراكيراتوزز، فهو ده اللي هنشوفه. لو اكيوت هنلاقي في سبونجيوزز وشويه انفلاماتوري انفلتريت ان ذا ابر ديرمس موستلي لينفوسايتس مع الريجولر الريجولر سوري اكانثوزز مع الباراكيراتوزز، لو كرونيك الحاجات دي كلها السبونجيوزز هيبقى ابسنت والانفلاماتوري انفلتريت ابسنت، او مايلد سبونجيوزز زي ما احنا شايفين بسيط قوي
مع الباراكيراتوزز والايه الاكانثوزز هيبقى مور ايه سيجنيفيكانت. طيب هي اكرون كرولاتيك اريثيما، طيب التريتمنت بتاعها المانجمنت بتاعها ايه؟ لو في نعالج كوز الهيباتيتس سي. بالظبط كده، لو في كوز، لو الهيباتيتس سي از بريزنت لازم ايه او احولها لحد ايه هيباتولوجي عشان يعالجها. اوكي، لو عندها زنك ديفيشنسي، في جميع الاحوال هي بتحتاج زنك توبيكال اند سيستميك، تمام، وان هاي دوز. يعني احنا بندي اورال زنك سبلمنت 220 ميلي جرام توايس ديلي، تخيل. والتريتمنت اوف اسوشيتد كونديشن اف بريزنت، سواء هيباتيتس سي او مال ابزوربشن. اي توبيكالز بقى هتديها سواء ستيرويدز او كالسيوم نيورو انهبيتور will do nothing. انت ممكن تدي ايموريانت بس عشان تحسن البيرنينج سنسيشن او كده، بس الاستيرويد والكالسيوم انهيبيتورز will add nothing. تمام، طيب next case 24 years old male، الليجن دي بقى لها 4 شهور على الليج والاذر ليج كمان، وناخد بالنا من الليجن اللي على الميدل اندكس، الميدل ثامب، ميدل اسمه ايه ده فينجر، رايت ميدل فينجر، وده كلوز اب فيو للليجن، ودي الرايت هاند اهي كلها بقى بالايه بالميدل فينجر بتاعها والدورسم. ها وات دو يو ثينك؟ مش مانية، هي واحدة من بقى سبورة ترايكويد باتل، واحدة من الايه؟ سبورة ترايكويد باتل انفكشن، سبورة ترايكويد باترن اوف انفكشن، برافو. يبقى احنا هندور على ايه الحاجات اللي بتدي السبورة ترايكويد باترن؟ يا اما السبورة الليشمانيا نفسها البروتوتايب يعني سبورة ترايكوسيس، اوكي، يا اما الليشمانايسز، يا اما اتيبيكال مايكوبكتيريال انفكشن. تمام، اول حاجة هنسألها العيان ده ايه، انت ساكن فين او جاي منين او الريزيدنس بتاعك ايه. اوكي، دي مهمة جدا عشان اعرف اذا كان بيتعرض لساند فلاي ولا لا، لان في ارياز عندنا هنا في مصر ما فيش فيها ساند فلاي، فهو لازم نعرف وراح سينا اشتغل في حتة في الخليج في كده عشان نعرف اذا كان ايه عرضة ان هو يصاب بالساند فلاي بايت، ونسأله اذا كان فاكر ان في حاجة قرصته كذا كذا، الليجن اللي ابتدت فين. اوكي، دي مهمة جدا في الهيستوري. تمام، بما ان العيان ده قديم فطبعا انا اي دونت ريمبر الايه الهيستوري بتاعه قوي، بس انا فاكره ان هي كانت حاله ليشمانيا الحقيقه يعني. تمام، بس عايزه اوريك انها ممكن تعمل الوارتي ليجنز دي، الكرونيك ليجن اللي بقى لها فتره ممكن تدينا الوارتي ابيرنس ده ويبقى منظرها كده، وبعدين في اوز اوف باس كمان منها، دي احدث واحده فيهم، فدي اكتر واحده باينه. تمام، السبورت ريكويد باترن فيها. طيب انا ما اعرفش لسه هعمل ايه، بايبسي وايه ممكن دنموسكوبي كمان. اوكي، فكرت زيكم كده، ليشمانيا اتيبيكال مايكوبكتيريا انفكتد اكزيما ممكن برضو كمان، لو احنا ايه، بس طبعا الاول ان احنا نفكر في الايه السبورتريكوزز اولى. طيب انفستيجيشنز يو ويل اسك فور طبعا دنموسكوبي بايبسي. الدنموسكوبي هي جرانيلوما زيها زي الاتيبيكال مايكوبكتيريا زيها زي السبورتريكوزز، كلهم ايه جرانيلومز، فهتبين نفس المنظر ده بالدنموسكوبي. الباثولوجي ها وصفوا لنا بقى ايه اللي موجود. فين ايات؟ ايات اهي، ايات ساكتة انتي النهارده ليه ايات؟ دكتورة ايات ابو عون، دكتورة انا الصورة مش ظاهرة عندي، بس ظاهرة بس انتي الصوت عندك عندي، الصوت عندك، لا ما بس تجيش الصوت الصوت عندك زي الفل من اهو، أول محاضرة مش عارفة الصورة مش ظاهرة. الصورة مش ظاهرة؟ اطلعي وادخلي مرة ثانية، اطلعي وادخلي مرة ثانية. انت لسه في غزة ما جيتيش؟ لا أنا جيت بس بيطلع لي إنه starting chat is starting photo، بس مش عارفة ليه من هو انا مش بداية عارفة المحاضرة. المحاضرة دي فيها هطلع عكوسات، وادخل احنا تاني، بقالها هطلع يا الهي وادخل، والله فيها عكوسات بقالها هطلع اسبوعين. وادخل تاني، طب اطلعي لأن وادخلي حتى تاني، داخلة على الداتا مفيش واي فاي، هطلع وادخل تاني. طيب ماشي خلاص، اللي شايف بقى يقول لنا ايه اللي انتوا شايفينه. ها يا جماعه، هي اكيد دي جرانيلوما. دي جرانيلوما. ليه جرانيلوما؟ لا مش عشان احنا قايلين انها ليشمانيا، لان في هنا ايه البينك كلر بتاع الايه الهيستوسايتس. تمام، لو قربنا شويه هنلاقي اهي دي الايه النيوكليس بتاعتها اللي احنا قلنا عليها عامله ازاي، فيزيكولار ويز فيزيبل نيوكليولس اهي. اوكي، في بعض الايه الهيستوسايتس فيها
فورين بادي اهي، او يعني خلينا مش نقول هي مش فورين بادي جرانيلوما، يعني فيها سامثينج. اوكي الدوتس دي، اوكي لما عملناها بقى بالجيمزا ستين زي ما احنا شايفين بانت ليشمان دونوفان باديز اللي هي دي، تاخد الايه تبقى تتصبغ بالجيمزا ستين. طيب يبقى هي ليشمانايسز. واحنا عشان نفرق التلاتة بيدوا ايه، التلاتة اللي هم الاتيبيكال مايكوباكتيريا والسبور بريكوزز والليشمانيا هيدونا سيبريتيف جرانيلوما، يعني ديفيوز جرانيلوما ويز نيتروفيلز. اوكي اللي هيفرقهم من بعض الستينز، او اذا شفنا ايه الليشمان دونوفان بادي زي ما احنا شايفينها هنا بالاتش ال اي برضه. تمام تمام انا صوتي بيعمل ايكو ليه؟ طيب المانجمنت، خلوا بالكم الليجنز هنا اكستنسيف، يعني انا بتكلم على الحاله دي مش بتكلم على العلاج بتاع الليشمانيا ان جنرال. هتعمل ايه للحاله دي؟ بنتو ستام بنتو ستام، هتديه توبيكال ولا يعني انجكتابل ولا بارنترال هتديه سيستميك؟ بارنترال. عليكي نور، برافو 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 جدا يعني. تمام طبعا لو هي لوكالايزد ممكن اعمل كرايو، ممكن ادي فوتو دايناميك ثيرابي، ممكن اعمل هيت ثيرابي، ممكن نعمل ندي توبيكال ايميكي مود، انما وممكن برضو نعمل انترا ليجنال صوديوم ستيبوجلايكونيت. انما لو هي اكستنسيف زي كده الافضل ان انا احقنها اوكي سيستميك انترا فينوس اور انترا ماسكولار. تمام طيب الحاله اللي جايه دي هي بصراحه كانت دايليما حتى ايفن فور مي، يعني كانت حاله في العياده كده وعملت لي ايه شويه قلق، فانا عايزه احكيها لكم كده فروم ذا بيجيننج. ف هي هو عيان 64 years old presented بعد ما جاله الليجنز دي ب 1 month. تمام والليجنز اللي عنده دي كانت increasing. اوكي تمام، ده الفرونت الباك الثايز والابدومن، الابدومن ايفن الابر باك والباتوكس كمان افكتد. فطبعا ايه المنظر ده بتاع ايه يا شباب؟ نقص اللاين بيربرز فاسكولايتس. تمام كده احنا كده على طول اتكلمنا على فاسكولايتس. اوكي وده عنده 64 years old وطبعا بياخد يعني مالتيبل دراجز، فاول حاجه فكرت فيها الهايبر سنسيتيفيتي فاسكولايتس. تمام يعني هي دي الحاجه اللي جت على دماغي اللي هي مع قريبه الايه الهينكشن لاين. تمام ففكرت في الهايبر سنسيتيفيتي فاسكولايتس واديته التريتمنت اكوردنجلي. اوكي يعني انا اديته ايه دابسون واديته لو دوز ستيرويد. اوكي وقلت له وقف الدراجز اللي انت بتاخدها كلها. اوكي كان بياخد انتي بايوتكس وكان بياخد حاجات تانية للضغط وكان قلت له بص هنغير كل الجروبس، هنوقف كل الدراجز، هشوفك كمان ايه 3 ويكس. هو قبل ما يجي بقى 3 ويكس ليتر لقيته هو بعت لي الصور دي على الواتساب مع البنات عندي السكرتاريه. تمام وجايبها لي فيديو على فكره يعني. تمام الليجنز بتزيد مش بتقل. اوكي ايفن بقت مور بروميننت. تمام فقلت له لا انت تعالى بقى عشان ايه هناخد لك بايبسي. تمام اوكي بايبسي was taken and dermal granuloma was found with eosinophils fibrin deposition around blood vessels برضو eosinophils بالهبل. تمام eosinophils وبرضو ايه الفايبرين ديبوزيشن اراوند بلاد فيسلز، هي كل البلاد فيسلز اراوند في فايبرين ديبوزيشن. تمام شايفين اللي بنسميه ايه الفليم ساين بتاع الايه لما الايسينوفيلز تتكسر فتدينا الايه الفليم ساين بتاع الايه الكولاجين لما يحصل فيه الايه ديجنريشن ده، هي كلها ايسينوفيلز. باينه يا جماعه في الصور ولا مش باينه؟ باينه يا شباب الفريم فيجر باين، الفريم فيجر باينه اه باين الفريم فيجر والايسينوفيلز هي اللي انا بشاور عليها، كل دول ايسينوفيلز. طيب وهنا هنا باينين اكتر اهو. تمام اوكي عملنا شويه لابراتوري انفستيجيشنز بقى عشان نشوف ايه الدنيا فيها ايه، لقينا الايسينوفيلز عاليه عنده. اوكي زي ما احنا شايفين 2 وهي المفروض من 0.1 تو 0.4. عملنا انكا بوزيتيف، عملنا يوري اناليسز طلع نو بروتينوريا. اوكي ما كانش فيه اي بروتينوريا، شويه كالسيوم اوكزاليتس بس الرينال فانكشنز كانت افكتد بس مش عاليه قوي، يعني بالنسبه للايج كان بلاد يوريا هي اللي افكتد، الكرياتينين كان نورمال. روماتويد فاكتور كان هاي انكريزد، هيبتايتس سي فيروس انتي بودي كان بوزيتيف.
كريجلوبولينز نيجاتيف، الانكا كان بوزيتيف تمام، كان 23 والنورمال اقل من 15، الانكا بي اوكي كان بوزيتيف. الاكس راي تشيست واز دان اند ات شود زي ما احنا شايفين كده، ايه اللي احنا شايفينه؟ اوباسيفيكيشنز وانكريز ايه برونكوفاسكولار ماركينجز. وهو العيان كان لما سالته بقى على الهيستوري وهو قبل ما اعمل له الانفستيجيشنز، كان هي ديفلوبد اذما ات اولد ايج، يعني هو كان عنده 65 من 5 سنين، هي ديفلوبد اذما ما كانش عنده قبل كده، وعنده كمان اليرجيك راينايتس، عنده اليرجيك راينايتس وعنده برونكيال اذما اللي هي ليت اونست ازمه. العيان خد علاج، بس شو هقول لكم دلوقتي ايه العلاج، وبقى 2 مانثس ليتر كده وتحسن تمام. جه ميعاد المراجعه بتاعه بعد ما اتحسن خالص، هو بقى زي الفل. 3 مانثس ليتر لقيته بيتصل وبيقول ان هو اتحجز عشان يعمل قسطره في القلب فجأة من غير بدون اي مقدمات بقى. لا يعني التقرير اللي انا اخدته من الدكتور بتاع القلب، impaired diastolic function و dilated left atrium mild atrial valve incompetence mild tricuspid incompetence، وعنده الايه البي سي اي اللي هي بيركتين، عملوا له بيركتينيوس كورونري انترفنشن، وكان في مشكله في الرايت كورونري ارتري فصلحوها تمام. لما جه بقى بعد 3 شهور دول وعملت له another test، الايسينوفيس بقت 2.7 اللي كانت 2. So we have CPS strongs with marked eosinophilia. برافو، بس خلينا ايه ناخدها واحدة واحدة. ال indirect immunofluorescence ورانا positive في انكا، روماتويد فاكتور positive، coronary heart disease and mitral and tricuspid incompetence تمام. علقت لي يا ابني؟ طيب معلش. Diagnosis is Church Strauss أو eosinophilic granulomatosis with eosinopolyangitis، اللي هي الكلينيكال عندنا palpable purpura with late onset bronchial asthma and chronic sinusitis with cardiac problem، والباثولوجي اللي احنا شفناه granulomatous vasculitic او فاسكولايز ان تيشو وايزينوفيليا وليكوسايتوكليزيا، واللاب ايزينوفيليا وبوزيتيف في انكا، والتشست اكس راي البرونكو فاسكولار انكريز برونكو فاسكولار ماركينجز، وممكن يبقى فيه كونسوليديشن. فاحنا عندنا زي ما قالت ايه ايات السينوفيليك جرانلوماتوزز ويز بولي انجيتس، الاسم الجديد بتاع ليها الشارك شراوس سيندروم. اللي اكتشفها او اللي وصفها كان الشارك شارك شارك وشتراوس، فبقت اسمها تشارك شراوس سيندروم، بس دلوقتي بيسموها eosinophilic granulomatosis with polyangiitis which is a rare systemic necrotizing vasculitis that affects small to medium sized vessels and is associated with severe asthma. المهم احنا ايه عايزين نقول، نوصل الرساله التاليه، الكلينيكال فيتشرز بتاعتها انها بتمر في 3 فيزز. الالرجيك فيز الاول اللي بتبتدي بالبرونكيال اذما والراينيتس، واللي بتبي غالبا بتيجي ليت اونست اذما، او يبقى في اكسسربيشن ل previously present اذما كانت اتحسنت مع السن او بقت قليله وبقت حصل لها اكسسربيشن، بس في العيان ده كانت ليت اونست، وممكن يبقى معاها برضو ايه برونكال بتاع ده الرجيك راينيتس، وكان عند العيان بتاعنا والنيزل اوبستراكشن وبوليبس. بعد كده بتيجي الايسينوفيليك ستيج اللي هي الايسينوفيز. هو يا دكتور ليه ما تحسنيش اول مره كورتيكوستيرويد اول ما اديتيه لو دوز؟ انا اديته 0.5 يعني ملي بير كي جي اوكي ودابسون. الحالات اللي زي كده مش هتستجيب حلو مع العلاج ده اوكي. لسه هنتكلم، احنا محتاجين ان احنا ندي اميونو سبريسيف تمام. الاستيرويد الون لازم يبقى ان هاي دوز ولازم يبقى معاه اميونو سبريسيف تمام. طيب السينوفيليك ستيج دي السكند ستيج اللي هي هيبقى فيها هاي ليفل اوف اسينوفيز في التيشو والبلد اوكي. وفي السينوفيليك ستيج دي كان لاست مانث تو ييرز اوكي، بس هي الحقيقه هنا بوبت اب بسرعه بسرعه والدنيا ايه باظت بسرعه بسرعه برضو مننا، عشان بس ايه نخلص الحاله دي، لان بعد كده دكتوره زهره هتقول لنا محاضره لطيفه عن فوتوديرماتيتس. طيب بعد كده الفاسكولاتيك ستيج اللي احنا اللي بيدخل فيها منها بقى على الكوروناري بروبلمز او الهارت بروبلمز، واكتر حاجه في الهارت مايوكاردايتس وبريكارديال بريكارديال تامبونيت، وممكن برضو كوروناري هارت ديزيز. فالتقسيمه اللي عملوها الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي او الداتا اللي بنشخص بيها التشارج شراوس عندنا 6 6
الكرايتيريا بتاعتنا، لو لقينا من 4 فما فوق اوكي هنشخصها. احنا كان عندنا 5 اللي هي الازمه، الزينوفيليا، ممكن الحاجه اللي ما لقيناهاش البريزنس اوف مونو نيوروباثي او بولي نيوروباثي، انفيكسد بالمونري انفلتريتس، بريزنس اوف بارانيزال ساينس ابنورماليتي، والهيستولوجي اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، الاكسترا فازيشن ايفيدنس اوف اكسترا فاسكولار ايسينوفيلز طبعا مع الفاسكولايتس. اوكي فاحنا لو عندنا 4 من 6 هنشخص الايه، الشارك ستراوس. الريسك فاكتورز الكارديومايوباثي والتشست بروبلم. البروجنوزز طبعا اكتيف جلوميرولونيفرايتس وبالمونري هيموراج وسيريبرال فاسكولايتس، الحاجات دي كلها الكومبليكيشنز بتاعتها، بروجريسيف بريفرال او كرينيال نيوروباثي وجاسترو انتستينال بليدنج، ممكن يحصل كمان بيرفوريشن. التريتمنت لسه زي ما انا قايله لكم، المفروض ده كان هنبتدي ان احنا نديله هاي دوز ستيرويد ومعاها اميونو سبريسيف زي الازاثايبرين او السايكلوفوسفامايد. لما ابتديت معاه بقى بالهاي دوز ستيرويد، بس على فكره العيان ده لازم يتحجز، يعني عيان ده انا بعته عشان يبقى هوسبيتالايزد و اي ريكومندد، بس التريتمنت قلت الدايجنوزز وريكومندد تريتمنت وكده، وطبعا ظبطت انا والكارديولوجيست القصه بتاعته هياخد ايه ومش هياخد ايه، عشان برضه هو بياخد ادويه عشان الايه الكاردياك بروبلم بتاعته. ففي الاخر رسينا على ان الازاثايبرين اقلهم في المشاكل، واخد ازاثايبرين مع الهاي دوز ستيرويد وكان محجوز في المستشفى. طيب ايه الاب تو ديت؟ ان احنا ممكن ندي حاجات زي الميبوليزوماب اوكي، لان هو اساسا بيشتغل على انترلوكين 5، وده احنا عارفين كلنا ان هو ميجور فاكتور ان سينوفيل ايه سيرفايفل، فكل ما هنشتغل عليه هيقلله، بس طبعا احنا ما اديناهوش حاجه ايه بايولوجيك. العيانين اللي بالمنظر ده معرضين ان هم يحصل ديث وكومبليكيشنز بتاعتهم عاليه، فلازم متابعه على طول. المسج اللي انا عايزه اوصلها لكم من الحاله دي يا جماعه، ان البايبسي از ا فيري امبورتنت تول تو بي دان فور ا كيس اوف فاسكولايتس. مش معنى ان انا شخصتها فاسكولايتس يبقى اكيد خلاص هي هينوكشن لايز زي ما احنا قلنا، او هايبر سنسيتيفيتي فاسكولايتس، معلش نتعب نفسنا وناخد بايبسي. ات ويل هيلب يو ديسايد ذا موداليتي اوف تريتمنت اند مايت تشينج ذا هول بيكتشر اند دايجنوزس. تمام، يعني انا كنت خدت له من الاول بايبسي، ما استنتش لغايه مجالي تاني بمشكله، يعني مجالي بالكونديشن سائت، يمكن كان الموضوع بقى افضل. هو صحيح كان 3 ويكس بس الدنيا ايه يعني ما اتحسنتش من البدايه، فذيس از ا ميستيك انا حبيت اقولها لكم عشان انتوا ما تعملوهاش. دلوقتي احنا دكتوره زهره هتقول لنا الفوتو سنسيتيفيتي. اتفضلي يا دكتوره زهره. دكتوره زهره سالم، لو الرابط فصل يا جماعه ندخل على نفس الرابط ان شاء الله. اتفضلي يا دكتوره زهره. السلام عليكم. ازيك؟ ازيك يا اتفضلي. سامعيني يا دكتور؟ ايوه سامعينك. انتوا سامعين زهره يا شباب؟ صوتها واضح؟ صوت واضح يا جماعه؟ سامعين سامعين. ايوه اتفضلي يا زهره اتفضلي. ها هكتب ان شاء الله هستلم النهارده عن فوتو سنسيتيفيتي. الفوتو سنسيتيفيتي او فوتو درماتايتس هي skin disorder induced or exacerbation by light. الفوتو درماتايتس أكثر in male and female in all race and all age. They can be classified in a 4 groups. Immunological mediator أو اللي بنسميها الإيدوباتيك. Drug and induced photosensitivity. والفوتو أجريفيتد درماتايتس. والديفكتيف. And the nerve there. تمام؟ تمام. عندنا الأمنيولوجيكال ميديتر. أول واحدة هي البوليمورفيك لايت إيربشن. جوفينايل سترين انتربشن وسولار ارتكاريا واكتينيك بورايجو وهيبرافيك سين فون. الفوتو ادريبيتد درماتايتس اللي هي لوبر بيرسونيتا ودرماتومايوسايتس وداري واتوبيك درماتايتس بنتي جاستنجاريس اند بورد فليشيا وروزيشيا والاسترايد. الميتابوليك كوز اللي هي البلاجرا والبرتاليا بسبب بتاعت العقل. فالتاني الفوتو درماتايتس اللي هي الهربيتي فوتو درماتايتس عندنا اللي حصل الديفكت نيوكليوتايد سيجنال في البيت هيحصل عندنا جيودينا بيجمنتوزا او كايمين سندروم. الدبل ستراند بيكد ريبير ديفكت هيحصل جون سندروم والروتمان جونسون سندروم. الابنورمالتي كيميكال سب ستانس بيعملها الهارت هاب ديزيز. طب الدراج اندوز فوتو سنسيتيفيتي عندنا مصطلحين اللي هو فوتو سنسيتيفيتي والفوتو الكتريك. ايه الفرق؟ الفوتوكيست هو من الميولوجيكال رياكشن ذات بريزن اكتر بوزر تو ذا فول سنسيتايزر ايه ذا جيت انسبت اند اكسبوزر تو ذا لايت. بينما الفوتو بيحصل عند كل بوبيليشن
هي عبارة عن كلمة ايه كلمة بيوتي بالظبط؟ هايبر اكشن تايب 4. بيحصل عن سمول نمبر اوف انديفيدوال هو هاف سنسيتايزر بار بيد اكسبوجر تو ذا سنسيتايزر دراج اند ات ذا سيم تايم بوزيتيف تو ذا سان لايت. برافو. على فكرة ده سؤال مهم جدا يا جماعة، وحاجة برضو تهمك ان انت تعرفها، الفرق بين الفوتوتوكسيسيتي والفوتوسنسيتيفيتي. اتفضل. كوزز بقى في ده مصطلح يعني ممكن يسمعوه حاجه اسمها فايتو فوتو درماتايتس. الفايتو فوتو درماتايتس هو سايد من الفوتو توكسيسيتي. الفوتو توكسيسيتي كوزز باي ابنورمال رياكشن تو ذا سام كومبيننت اوف ذا الكترومغنيتيك سبيكترم من السان لايت. ذا الكترومغنيتيك سبيكترم رينج فروم انفيزبل راي اسمها الالترا فايلت راديشن والفيزبل راي والانفراريد. الالترا فايلت راي هي دي بورشن، الالترا فايلت سي ودي طبعا ما بتوصلش للايرث سيرفيس، والالترا فايلت دي شورت ويف ثينج 1320 وهي الكوز اوف سام بيرن اند سام. الالترا فايلت سي ذا لونج ويف من 320 ل 400 ذات كوز سام اند اولسو سبيتنج النيو رياكشن اوف ذا سام. كانسر بيكشر تظهر في البوست سنسيتيفيتي طبعا اكوردنج لسبيسيفيك فوتوديرماتايتس اللي اتكلمنا عليها دي الفور جروب. الفوتوديرماتايتس افكتد اريا اكسبوجر سان لايت زي الفيس والنيك والهاند اند دزنت افكت ذا اريا اوف اكسبوجر تو ذا لايت كفرد اتليك باي اندر ويز اور ار ميسي ان ذا كفرد اريا سام تايمز زي سبير ذا اريا ذات ار هاتشولي بوز ذا لايت. مثلا في البوليمورفيك لايت ادابشن مش بتحصل في الفيس ومش بتحصل كمان في الدوس اوف ذا هاند عشان دي exposure to light for long duration تحصل لها ايه؟ تحصل لها تكنيك. Sometimes they only affect the skeleton bars of the bird. Example the juvenile skin eruption confirmed to the top of the ear. The photodermatosis may also occur from the indoor exposure لل artificial source of the ultraviolet rays زي مثلا اللي هو ال fluorescent lamp and اللي هو ال visible rays. هنتكلم عن البوليمورفيك لايت ادابشن هو سيزونال ويريك زوباتيك فوتوديرماتايتس اكر ان سيل اند هيري سمر. الجوفينال سيل اروبشن از ا فاريانت اوف بوليمورفيك لايت اروبشن. طب البوليمورفيك لايت اروبشن اكر بريدومينتلي بين 20 اند 40 years old فور تايم مور كومن ان ذا وومن ذان مان بريزنت تمبرري انكلايند اند از مور كومن وير ذا سان اكسبوجر از انكومن. They were to be more common in the higher altitude compared to the liver region. Affected all and all skin phototypes, but higher baseline specific metrics by one, more fire skin. The patient with polymorphic light adoption can be developed tolerance during the summer months. In cases of polymorphic light adoption, there are genetic disability and 45% where the boost of family history is reported. Because in the polymorphic light eruption is more prevalent in women than men, it is hypothesis that are the hormonal component to it is pathogenic. The estradiol may act as an inhibitor to the ultraviolet light. The immune suppressor, which will be normally aimed to reducing the hyperactivity reaction. As the name suggests, the clinical picture can be very intimate polymorphic. Polymorphic means polymorphic means form. Polymorphic can be included cellular, zematized lesion, cellular vesicle, articular, retina multiform blood, which is a sarcoid lesion. The distribution can be included the area exposed to sunlight, such as the arm, lower leg, V shape of the neck and chest. The dorsal of the hand and the face on common side. For example, more precise eruption. This is due to their chronic exposure to the sun and hardening of the skin. The eruption are usually symmetrical distribution in that it typically present and bulges in the old. السلام عليكم. ها زهرة فينك؟ تمام كملي كملي يا جميل. أنا موجود. الشاشة واضحة يا شباب؟
طب زهرة فين؟ دخلت يا زهرة؟ طيب اتفضلي كملي يا زهرة، اتفضلي. احنا في نفس السلايد ولا نقلب؟ اللي بعديه خلاص اللي هو بعديه. طيب طب تمام خلاص اتفضلي. لوبا سبيشال دايجنوزيس لوبا سيرتونيتا بورفيريا سولار اكسكاريا جدا سيتريشن اوتو اجريجيتد اتوبيك ديرماتايتس طب انت جراد بتقولي لي انجيزا. الفرق بقى ما بين كل واحدة والتانية، يعني ايه اللي يخلينا نفرق اللوبس من البوليمورفس والسولار ارتكاريا من البوليمورفس والبورفيريا من البوليمورفس؟ يعني مش هنقعد نسمعهم كده، خلينا نناقش برضو مع بعض كده عشان نفرق هو البوليمورفس لايت ايروبشن. على فكرة اسم هو بوليمورفيك او بوليمورفس لايت ايروبشن it means what؟ بوليمورفيك يعني هلاقيها بأكتر من شكل، هلاقيها بالدور اه بس بيوتيفل. في نفس البيشنت هلاقيها باكتر من شكل ولا هي نفسها بتيجي باكتر من شكل؟ هي بتيجي بأكتر من شكل اه انما بس مش أكتر. معناها ان هي هيبقى عند البيشنت مثلا بابيلو فيزيكلز وارتيكيتد ليجنز وويز ومش عارفه ايه. لا ممكن هو وان ليجن، تمام؟ يعني هيبقى وان ليجن بس احنا ممكن تيجي هي في كذا شكل، عشان كده اسمها بوليمورفيك او بوليمورفوس لايت ايروبشن. تمام طب هنفرقها ازاي من ال اي سامبلي كده؟ ها يا دكتور البرمجة بتاعت الترابشن اصلا بتتشخص دايجنوستري كلينيكال يعني انت يعني بتشخصيها كلينيكالي صح؟ من الهيستوري طيب بتاع لو البيت. انا شاكه في لوبس، طبعا ده اي تايب، لو انا هفكر في لوبس هيبقى ويتش تايب؟ اكيد مش ديسكويد، لا يا هيبقى سب مش سب اكيوت يا اكيد. سيستميك، يا سب اكيوت يا سيستميك صح كده؟ طيب يبقى سامبلي كده انا ممكن اعمل ايه؟ تيست كده صغنن كده اعرف منه هل ده ال اي ولا بوليمورفيك لايت ايربشن. بعمل ايه؟ انتوا اشتركوا معانا يعني، مش احنا مش بنبتدي الانابه لكم. ها انت نيوكلير انتي بعمل بودي وانا هنعمل صوت انتي طالب. نيوكلير انتي بادي، برافو، او اي اس ار، تمام مثلا يعني. اوكي ممكن نعمل ايه كمان؟ لوبس باند تيست، تمام، لان في الحالتين سواء هو سب اكيوت او سيستميك هنلاقي اللوبس باند تيست بوزيتيف. طيب في البورفيريا هيبقى معاها اصلا سايلنت فود مانيفستيشنز يا جماعه اوف بورفيريا، يعني هيبقى في بقى تشينجز في اليورين، كلر اوف يورين او ستول، هيبقى في مشكله الهير هايبرتريكوزز، تمام، هتبقى جايه، هيبقى كده في الحالتين هتبقى في السولار اريا او يعني في الفوتو اكسبوزد اريز، بس في البورفيريا هيبقى في اذر ساينز. طب السولار ارتيكاريا صعبه قوي بقى نفرقها، عايزه عشان هيستوري نبتدي بقى، هيستوري بقى، هيستوري دي يا زهره، تمام. هنقعد بقى نسال العيان، والليجنز دايما هتطلع في شكل ويلز وتبقى في الصيف، انما البوليمورفيك لايت ايربشن بتطلع امتى؟ تطلع في الربيع ممكن تستنى بالظبط في كده الصيف. في اول الصيف هتتحسن، لما الدنيا تبقى زي الحر الجميل اللي احنا فيه ده هتكون هي اتحسنت، لان الجلد هيكون ابتدى يتعود. اوكي يعني اول الصيف او اواخر الربيع، تمام. طيب او الخريف، هو بين الشتاء والصيف بيبقى ايه؟ الخريف، الربيع، اه لا الربيع صح، تمام. اوكي الفوتو اجرافيتد اتوبيك ديرماتايتس هيبقى الدوشة عنده أتوبيس فاميلي هيستوري أو هيبقى هيستو البيشنت أتوبيس اتوبيك، برافو عليكي. طب الدراج اندوست هيبقى في دراج، هيستوري اوف دراج انتيك صح كده؟ عشان بس يعني ما نبقاش بنقول السيبوريك ديرماتايتس هتيجي في سيبوريك ارياز، مش بس هتيجي على الايه فوتو اكسبوزد ارياز، فيها مثلا السكالب بيهايند ذا اير جاي على الباك، الارياز دي مش هتيجي، مش فوتو اكسبوز قوي يعني. طب اتفضلي كملي. ال complication of polymorphic light eruption هيحصل بس emotional stress and anxiety and depression. كل مرة هيتعرض للأتاك ده هيبقى خايف من الشمس. ال avoidance of the attack due to cause of the flaring from sun exposure. طبعا تمام بيتم الديبريشن ده avoiding the sun ممكن يحصل عنده بيتم الديبريشن صح بالظبط، لان هو هي avoid sun exposure، فاحنا ايه بالظبط. ممكن يتعرض بعد كده لفيتامين دي ديفيشنسي، بس يا رب ناخد فيتامين دي ديفيشنسي بس مش عايزين شمس، ماشي ناخده اورال، ماشي اتفضلي زهره كملي. طب بالنسبة للدياجنوستيك غير مهمة، الدياجنوستيك كلينيكال دياجنوستيك اوف ذا بوليمورفيك لايت اربشن كان بي ميد بيزد على الهيستوري اوف ذا بلورايتس اربشن اخر فيلم سان اكسبوجر اند بريجاتي اكسبوجر تو ذا سبيرنج اور سمر. الاكيوان دياجنوزيس ريالي ان ذا اكسكلوجن اوف ذا اذر فولس سيفتي كونديشن زي ما اتكلمنا عن قبل تمام كده. طب التريتمنت عندك سيفرال ميجرمنت، طبعا في كل الفوتو ديرماتيتس يبقى عندنا سيفرال ميجرمنت وعندنا سبيسيفيك ميجرمنت.
الجنرال ميجرمنت هو نديله سم بروتكشن كلوثينج افويد فان لاين، البيشن قاعد في مكان او لو كان في البيت يبقى في مكان away from the window. تمام. بس بتكتب هديله بوتن كوبيتال ستيرويد such as ديتاميثازون زي بروبينات. والبريباري ان احنا نديله لو دوزز اوف فوتوثيرابي بيفور سمر ستارتس، ده هيحسن الايه الكونديشن بتاعته لانه هيعمل هاردنينج ايرلي هاردنينج بالظبط. زي ما انت ما لو قلت كده، برافو عليك. لما نديله فوتوثيرابي لازم هنديله معاه كمان اورال ستيرويد عشان ما يحصلش فلير وهو بالظبط، بيتعرض عشان ما يحصلش فلير وهو بيتعرض للفوتوثيرابي. بتبتدي بلو دوز وتعلي شويه بشويه، اوكي؟ والهيدروكسيكلوروكين بالظبط كده. وممكن دي كمان الكالسي بترول، ثابت الكالسي بترول تمام تمام. طب الجيفال سيرم اوبشن قلنا هو اصلا فاريانت من البولمارك سايت اوبشن. الجيفال سيرم Extensive and sun induced skin condition appearance and the light exposed skin of the ear usually on the balls and gentlemen in the early spring. طب ليه ليه يا زهرة، ليه في رأيك ليه بيجي في البويز أكتر؟ عشان هم شعرهم ما عندهم شعر بيغطي الودن زي دي حاجة، وكمان الهيليكس عندهم بتبقى مور اكسبوزد عن عندنا. الهيليكس عند بالظبط الميل ها بتبقى طالعة لبره كده عن الفيميل، بتبقى ريتراكتد شوية عندنا، فدي حاجة. وبالإضافة للهير presence of hair او عندنا بقى انا حجاب، المهم ان انت you are covering او by hair او by حجاب الاير. بالاضافه ان الاير نفسها زي ما بقول لك في ريتراكشن عندنا شويه لورا، هم عندهم بروز. اتفضل. انا كمان كاتبها اما let hair cover it over the ear than the girl and young woman the patient who are fatty او more pretty the erupt from the benign spring eruption hybrid occur from spring and consists of the itchy red small lump with the ball present for pressing, crusting, and peeling with minimal or without scar. Charles lymph nodes in the neck occur in the some cases. The appearance of the rash is delayed from 8 to 24 ساعة after sun exposure and peeling in about 2 weeks. احنا في الهيدروة دلوقتي؟ بتتكلمي على الهيدروة؟ لا في الجبنات لسه؟ سوري سوري. تمام. هي بيحصل هيلينج during two weeks. A recurrence can be occur with similar climate conditions. Similar climatic conditions, bro. الفرق ما بينها وبين الهيدروا بقى. الهيدروا هقول الجواب كده بعد كده اتكلم عليه. هي اصلا الهيدروا بتقدم سكار. الهيدروا هيدروا one of the risk form of the cold sensitivity dermatitis is affected the sun exposed skin. Characterized by recurrent fluid clustering and plasma hydrova that seen with book at the form scar. تمام. The hydrova vaccine form mostly affected children from age 3 to 15 years. It is more commonly reported in the female than male. But it is to have later onset and run longer course in the male. تمام. ايوه عشان ما تفرحيهمش فينا. ايوه. ماشي. اوكي. 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 The area is not exposed to the sun. The severe epistyme paravirus infection attained with hydroxyphene form has resulted in lymphoblastic disorder. The near Hodgkin lymphoma and leukemia may be have the same outcome. يعني it could be a serious complication or a serious disease, مش just a photosensitivity وشوية crustaceans وبتاع scarring. اتفضل. يبقى لازم احنا we have to exclude the Epstein Barr virus في حاله زي كده، يعني we have to exclude it. اوكي لو لقينا فيه lymphadenopathy، مش كل حاله. اوكي يعني لو لقينا فيه عند العيان ده lymphadenopathy، اوكي we have to exclude the Epstein Barr virus which is a dormant virus by the way. يعني هو موجود في نسبه كبيره من البوبيوليشن as a dormant virus. اتفضلي يا زهره. اتفضلي.
physical features. The sun exposed area are affected mostly and included in the face, ears, hands, and lower limbs. In the most cases, the time and symptoms usually start with occur about 13 minutes to 2 hours after the sun exposed and presented as mild burning, itching, tingling. These include intense swelling, bumps, bruises, and blistering. They may be facial swelling. These turn to the dimpling and dislike the viewer with black necrosis and red and inflamed face. هذا مش معنى الصورة دي قبل كده. The lesion here to all the patient's scars. The rush shows with the first appearance trend with the current throughout the summer month. تمام. A treatment. And the most the condition disappears by the time with reach of the adolescent. Although the scars are permanent. The patient with hydrophobic skin form most taken measures to avoid the sun exposure by the following sun protection strategy. This includes a place اللي هو سام بلوك اللي هو SPF 50 to ultraviolet care blocking plus it may be present to reduce the number of the occurrence of the condition. Oral medication may be useful to reduce the amount في حد بيتكلم يا جماعه معلش بليز ميوت يور سيلف عشان نسمع صوت زهره اللي بيتكلم بليز ميوت يور سيلف يا جماعة اتفضلي يا زهر. The most commonly used are oral antimalarials such as hydrochloroquine. The oral antioxidants زي البيتا كاروتين may be also helped. Phototherapy with narrow band and photosymmetry زي الفوفا has also been used to confer efficacy in photoprotection and desensitization. أكيد برايبو أسميها سولار درماتيتس هيريديتري بوليمورفيك لايت اربشن هي الأكينيك برايبو دي كلها مقاليه بتاعتها. الأكينيك برايبو is an intensively itching skin condition caused by abnormal reaction to the sunlight. It presents with more intense itchy the blood in the sun exposed site. Akinic برايبو occur when the affected individual are exposed to the long and short wave ultraviolet radiation. The reason why this action between the skin and the sunlight occurs is still unknown. Current research suggests that actinic vitiligo may be a neurological mediator of genetic disease, as a family history of the condition has been found in the sun patients. Genetic study has shown their increasing the frequency in the الحالة يعني في genetic predisposition من الآخر كده. مش كل individuals يعني هيجي لهم مش أي حد هي expose للسن هيجي له اكتنك بري رايجو. تمام. ده اللي بيميزها العادية. سموها هيريديتي عشان فيها اللي هي الهلع. انت عايزة البريفيوس سلايد تاني؟ لا لا خلاص. تمام. الاكتنك بري رايجو هي افكتد ذا بيبول اند ذا اولد سكين تايب بس مور كوملي اكتر ان ذا بيبول وذ دارك سكين تايب. تمام. It can affect the old age. One third of this population is sky. In the many cases, it first occurs in childhood and before puberty. When this condition appears during childhood, both male and female is equal affected. However, in adulthood onset actinic vitiligo, women are 2 times more frequently affected than men. Nevertheless, actinic vitiligo characterized by intense itch rash. The rash consists of the eruption of the small crimson skin and inflamed the blood. Thick blood and blood. The rush wound would appear hourly or day. أهم حاجة إن العيان ده exposure. أتوبيك. العيان ده أتوبيك يا جماعة. تمام. اتفضل. هو أقصد بس very like atopic dermatitis. تمام. يعني الإكزيما دي لازم نفرقها من الأتوبيك إكزيما. الأكتينيك برايجو نفرقها من الأتوبيك إكزيما. إزاي إنها mainly بتيجي في ال sun exposed areas. تمام. بس تعمل نفس المنظر سكراتش يعني انت لو شفت منظر الفيس ده مش هتقول حاجه غير انها ايه اتوبيك بيشنت. تمام. بقى هي بس هي لايك اتوبيك ديرماتايتس بس از مور سيفير ان ريسكي ان فان اكسبوزد سايت ان ذا سام كيسز اي ثينك برايجو از كونتينيوسلي ريزولفنت ان ذا سيل ادلت مود هاوفر ان ذا اذر از ريمين تو ذير لايف تايم with relaxing and outfit according to the season. تمام.
differential diagnosis of the actinic vitiligo report to aggravated atopic dermatitis بس اعتبر اذا مثلا هنلاقي عندنا بيرسونال فاميلي هيستوري اوف اتوبي بريزنت اوف ذا جيروزز بيرنج للليب الاكسن الدرايف اللي افكتد للليب مثلا في الصوره بيرنج للتيب اوف ذا نوز نجيب الصوره اند تاني ادجماتايز دي نجيب لكم الصوره تاني الموجوده الاول هي موجوده في الليب موجوده على التيب اوف نوز الثانية اللي هي بوليمورفيك لايت ادابشن طبعا انت تابعها عند بوليمورفيك لايت ادابشن هو السايت البوليمورفيك لايت ادابشن ريلي بتحصل في الفيس كمان ان هي في القرايبه عندهم الهاله انتي جين مش موجوده في البومر فلايت ارابشن تمام اذر ديفرنشال نول هيدرو تكنيك فون هي اكر موست ان تشيلدرن اند ذا برايمري ليجن فيها ديجيتال انما هي عباره عن بيول اند بلاك تمام الاونست بتاعها هيبقى ايرلي ان تشايلد هود بالاضافه زي ما قلنا كمان قبل كده هيبقى فيه ايه ابنورماليتيز في اليورين اند بلاد اوكي التريتمنت there no cure for the actinic vitiligo the main goal to prevent by avoiding some exposure some medication has been used to help relieve the symptoms of actinic vitiligo the emollient for relieve the itch topical corticosteroid anti malaria thalidomide once improvement occur the drug should be gradually reduced then stop it can be started again in the case with relapsing because the thalidomide may be caused there لان هو بيعمل ايه تيراتوجينيك فما بيتاخدش في الايه في الشايلد بيرنج بيريد تمام ماشي كوتينيوس للوبس ارثوميتر الكوتينيوس لوبس ارثوميتر is a diverse group of the auto immune connective tissue disorder localized to the skin that can be associated with systemic lupus erythematosus with a varying degree. The cutaneous lupus erythematosus is classified as acute, subacute, intermittent, and chronic. As the systemic lupus, there are marked female predominance with the cutaneous lupus erythematosus particularly affected the women in 20 to 50 years age, however, all age groups and the both sex can be affected. Skin of color is the core central disposing factor. The pathogenesis of the cutaneous lupus erythematosus is multi-factor. Under the genetic disability, environmental factor, medication, and lower innate and adapt immune system. The genetic disability, a higher incidence among the family member, the environmental factor, patient with cigarette smoker, and the diabetic factor, and the exposure, المديكيشن المديكيشن ان سيستميك دراج انديوس جلوبال ترانسميتر ذا هاير ريسك دراج انكلودد هيدرولايزين روكانومايد اند ايزومايد ذا دراج ابليكيشن ويز سب سب كوتينيوس جلوبال ترانسميتر انكلودد كالسيوم شانل بلوكر اند ديسمين كونفرتد انزايم انهبيتر انترفيرون و تمام الدراج الانديوس مع الكرونيك كوتينيوس جلوبال ترانسميتر فيري ريت ريبورتد and usually refers to steroid-receiving agents and non-steroid anti-inflammatory drugs. Recent cases of drug-induced lupus erythematosus has been reported with anti-tumor necrotic factor alpha and beta agents. Acute cutaneous lupus erythematosus typically present in transient erythematous patches associated with flare of systemic lupus erythematosus. The lupus specific skin changes localizes acute cutaneous lupus erythematosus اللي هي ميلر او بيتر ستاي رش redness and swelling over the butt cheek bearing the nasolabial fold lasting hours to days. Generalized acute cutaneous lupus erythematosus diffuse and fevular chronic cutaneous lupus erythematosus في الاكيوت دي في السلايد دي لا الاكيوت اللي قبليها سوري الانترميتنت تمام قبليها اكيوت اللي قبليها كمان دي احنا لسه في السب اكيوت ايوه تمام السب اكيوت كنت انا سوبر اكيوميتر ازيد كمان اتشيت بس السنه جلوبس ابروكسيميتلي 50% هاف مايل فورم اوف السنه جلوبس كتير صوت من 20 ل 40% هاف دراج انديوس
سب اكيوت، سب اكيوت كوتينيوس روبوت الكترونيك بتقدر كومبير من 10 ل 15% من كوتينيوس روبوت برزنتيشن. طبعا هي ايه هتقول البرزنتيشن تبعها ان رايز فورم بابل سكوير ماسترش اور انيلر هي بول سايكليك بلس ويز سنترال كيرا ريزولت اون تو نيد بيسيب وراها هاي بيجمنتيشن وما بيسيبش وراها سكورنج، تمام؟ مش زي ديسكويد. تمام. الانتر ميتنت اللي هي الدومس ال تمام. اي دومس، تمام، هي ديرمال فورم اوف ذا لوبس بيتروميتس سكين ليجن في ريبس دومس اكر ان فاتس موت اريا اوف ذا سكين such as the face, neck, and upper anterior chest presented in erythematous, round, and annular vesicle or black with smooth surface. Resolved طبعا في البرنتر without scar. الكرونيك كوتينيوس اريثيماتوس هو of common form of cutaneous lobus cutaneous is about 5 to 8% of the systemic lobus patients have some form of the cutaneous lobus. The discoid lobus erythematosus is the most common form of chronic cutaneous lobus. Many percent of the participating bread length and severe infiltration with skin of color. Only 1 to 2% of the patients with localized discoid lobus progresses to systemic lobus. The skin lesion of the discoid lobus most commonly located in the scalp, the ear, the cheek, the nose, or the lip. Present as a selective scaly black with the nuclear prominence. Here called the taxon, or we call it the taxon type, which can result in current alopecia. Here slowly leading to both inflammatory dyspigmentation and scar. The lobus profundus is more tubular verticalitis without verticalitis. The skin lesion of the lobus profundus can develop it at any time, present in the system firm deep finger nodule, resulting to deep denses of the skin due to atrophy of the fat. أكثر فتة بياخد أنا هاد تقريب. تشيل بلين لوبس بسيطة. That is an underreport form of the chronic cutaneous lobus involved mainly of the finger and toe of the smoker as trigger factor by the exposure to the mold or cold environment. It may be familiar with no association with systemic lobus or project with can be associated with systemic lobus. The skin needs on straight plane lobus are eventually pruritic and painful. May infiltrated or developed hyperkeratosis fissuring, may lead to depigmentation and atrophic spindling of the distal phalanges. ان ده في حاجات عماله تتنطط. طب هاوس هاوس دايجنوز وانفستيجيشن. الهستري بقى هلاقي لسه عنده مثلا طبعا على حسب الثاني لوبس كلاسيفيكيشن كريتيريا من 1971 الى 2019 هي اخر حاجه. في الاول كان بيعتبروها فورس سكين مانيفستيشن ميلر راش فورجر راش الوبيشيا فورس سنسيتيفيتي وتقول الثر سينويد فينومينا ارثرايتس هيماتولوجيكال مانيفستيشن نيورولوجيكال. بعد كده شالوا الرينويد فينومينا وشالوا كمان الالوبيشيا في 1982 وحطوا الكريتيريا اللي هي اربع كريتيريا في 2015 ضعفوا الكريتيريا تبعتهم اللوبس بلايتس. و في 2019 عملوا انه المدخل عشان نقول مديش هذا عنده تستنى لوبس او لا احنا هنعمل ايه انه فرقت ليه ان بوزيتيف ندخل فيها الكريتيريا اللي هي تكون 10 اكيوميليشن بوينت سبعه منها كلينيكالي وثلاثه منها تكون نيورولوجيكال. اسم الكريتيريا القديمه اللي هي بلا رش والكويد رش والفوتوسنسيتيفيتي والكوره الالتر الارتفايتس والسيروسايتس والناس دكتور ده والنيورولوجيكال دكتور ده والماتولوجيكال والنيورولوجيكال دكتور ده هي انتي الام اي وان دبل ستاند ام اي وان سميث وانتي بوست كوليدي بالنيو كريتيريا تعبتها كده ده ايه ام اي وان الله يديها الدومينانت اللي هي سيبر نتيجه 2 بوينت الكوتينيوس مانيفستيشن هي ماس كارنت الوبيشيا او اورال التر او السب كوتينيوس او ديسكويدر او اكيوت كوتينيوس روبس بدي كل واحد منهم بوينت. النيوريكال مانيفستيشن اللي هي السايكوز ريسيفر السيروسايتس ديمنت اللي هي بلورايتس والدورا الاكويت بريك
بريكارديتس اكيد بريكارديتس فيها 6 والبلورال اور بريكارديال ايفيزما فيها 5. فلو جالي بيشن مثلا عنده كونستيتيوشنال دوميننت فيفر 102 واذا عنده اكيوت بريكارديتس صار 6 ب 8 هناخد هنكمل 10 واحده منهم ريشتال دوميننت. لو طلع معه انت دبل سترين بوزيتيف البيشن يعتبر سوف الثلاثيه تبع السيستم كلوبال الامل كلمة اللي هي انتي بوست بوليتيك انتي بودي سيندروم احنا انتي كارديو لسه في الدايجنوزنج مش كده؟ تمام. ايوه طبعا التلاتين بتساعدنا في الدايجنوستيك، بس احنا ممكن في نوع من الريزوليشن بيبقى عنده الاي ام اي نيجاتيف، بس برضه يبقى عنده كل الكريتيريا بيسموه اي ام اي نيجاتيف لوبس الكمبيوتر. فاكر انت مش سلايد التريتمنت جنرال ميجرمنت السن بروتكشن اند افويدنس طبعا زيرو اس بي اف 50 جود جود فروم سان سكرين سموكينج سيشن فيتامين دال سبلمنتيشن سبيسيفيك ميجرمنت بتاعنا لوكال ثيرابي وسيستم ثيرابي. اللوكال ثيرابي توبيكال ستيرويد او انترا ليجنال ستيرويد السيستميك بقى انتي ملاريا يوجوالي هيدروكسي كلوروكين اميون غير فاكس اد مستريكات من التهاب سان سايكوس بورين والسيستميك ستيرويد تنقص الميتابوليك فوتو ديرماتايتس اللي هي البلادرا والبكتيريا. البلادرا سيستمك ديزيز كود باي فيتامين دي 3 ديفشنت اللي هو انالستين كاركترايز باي فورد اللي هي ديرماتايتس دياريا ديفشنت ويبس. النيم اوف ذا بلادرا از ايطاليان مين من البلاجرا مين رفلي سكين هي برايمري بلاجرا والستاندر بلاجرا. البرايمري دي تو ديفشنسي في الدايت كوميرلي بارتيكولاري ان ذا ديفلوبينج كانتري وير ذا كورن از ان ايزر فود سورس فلو البروجرامز اللي هي سيمنت اند وير. الستاندر بلاجرا اما دو تو مال ابزوربشن او دراج اندوز بلاجرا او ميتابوليك سكين. المال ابزوربشن عنده انفلاماتري باول سكين جاس الاستاينال سيرجري عمل جاس الاستاينال سيرجري الدراج اند يوز انهيبيشن اوف ذا تريبتوفان مياسين باك واي هي الاستروبين او الكابوميزابين الاستراكشر انالوج للمياسين زي الانايزك الميتابوليك ستيت اللي هي الكارسينودا سيندروم في التريبتوفان فروم ذا مياسين باك واي تو ميك الاستروبين. سنتر بيتشر عند الكوتينيوس عند الميكروكوتينيوس ساين اوف ذا بلادرا الكوتين سنسيتيفيتي والانوجينيتال كوزال ديجن. كوتين سنسيتيفيتي اكسبوز السان سايتيز الباك اوف ذا هاند الفور ارم والفيس والفي شيب اوف ذا نيك. الفي شيب اوف ذا نيك هنلاقي حاجه اسمها الباتر نيكلاس اللي هي عباره عن هايبر بيجمنتيشن باند اور كولر اراوند النيك. هنلاقي كمان هي الجلافز اند بوت هايبر بيجمنتيشن بلس اند فيشر اند هاند اند فيس. هنلاقي ده الثاني بالمنتيشن الانوجينيتال اند ميكوزا ديجن هلاقي كونسايتس اللي هي ريد دراي ويلينج تانك ديفلوب الثرو تنتهي بايش بقى تروفيس موت اوف ذا سومايتس تندر ريد تجري في الدم اند اورال ميكوزا والكلايتس اند انجلر كلايتس جينيتال سكين هنلاقي فيها ريدمت اروجن وماسريشن. بالنسبه للسبيشيس جلاند هنلاقي فيها سبيشيس جلاند هايبربريزيا على سيبوريا موت في السكالب والفور هيد سبيس نيك والنازل الم. الجاستو انت فاينل سيبتومس هي الايرلي سيبتومس لوز اوف اديتايت بومتين ابدومينال بين دياريا ديفلوب 6% اوف ذا كيسز خون ووتري ميكويدال بلاد بيرسيستنت لونج ذان ذات 4 ويك. بالنسبه للنيورولوجيك النيورو سايكولوجيكال بيكتشر كون ليت مانفستيشن من شكل اباتي اند ويكنس بروبيتر تو ذا هيديك كونفيوز اريتابيلتي انكزايتي تريمر اند ديبريشن ديمنشيا اند انسفالوباثي. ذا بروبيتر اوف ذا نيوروسايكياتريك سيمبتوم تاليد تو ديليوشن هلوسينيشن سايكوزيس اند ايفنشوالي كوما اند ديث. الليفلز اوف ذا بلادرا شود بي كونسيرد ويز بيز على الكلينيكال بيكتشر اند ابروبيتد سيمبتوم. الامبليكيشن سوتش از بلاد تيست اند سكين بايوبسي ار نوت دايجنوستيك but may be used to exclude other diagnosis. The rapid response of myosin supplemented is equally compared with diagnosis. Form of the bladder seen in the heart of disease or also rheumatoid inheritance disorder.
الجين resulting in impaired absorption of the tryptophan from the bowel and excessive excretion of the kidney. So عشان نعمل diagnostic ليه هناخد ايه؟ detection of the natural amino acid from the urine. ال treatment general prevention and measurement daily oral intake من 15 ل 20 مللي جرام of dianatin prevented bladder in the old age group. Tonight and supplements are recommended for the patient taking room care medication. Now two causes bellagra, rheumatoid, symptoms like pneumonia, if to relieve the skin symptoms, the treatment of the causative factor. The specific measurement is still recommended at least 8 milligrams nicotinamide in the oral divided daily dose for 3 to 4 weeks to treat the bellagra. Nicotinamide is recommended due to a niacin induced flushing. Niacin supplemented may be required. Have the heart not disease required niacin supplemented in high protein diet as well as some protection for live long. بالنسبة للبكتيريا البكتيريا are a group of the metabolic condition which can be either genetic or acquired. البكتيريا that way is involved in the immune system deficiency or block in the one of the enzyme of the bacterium pathway resulting in building up of the cross-bounding bacterial protein or intermittent molecules. The bacteria can be brought to classify in acute or cutaneous bacteria. Acute bacteria included the form of the disease that we were deposited near the system symptoms. The new form also can be affected the skin. Symptoms appear quickly and can be severe. The symptoms can be last hours, day or week. The most common form of the acute bacteria is called acute intermittent bacteria. May be last hour and day. An intermittent means that symptoms may be go away but return later. When the symptoms occur, they are sometimes called attacks. Symptoms of the acute bacteria may be included severe pain in the chest, back, and leg. Digestive problems such as constipation, nausea, and vomiting, muscle pain, tingling, numbness, weakness, and paralysis. Red or brown urine, mental changes, anxiety, hallucination, mental confusion, and seizures. Rapid and regular heart disease, with breathing problems, high blood pressure. The cutaneous bacteria included the form of the disease that causes skin symptoms as a result of sensitivity to the sunlight. This form usually doesn't affect the nerve system. The bacteria continues to be the most common type of the old bacteria. The sun exposure may be caused. The sensitivity to the sun and sometimes artificial light causes skin redness and swelling. خلي بالك هو هيفصل كمان دقيقة يا زهرة. أنا بحاول والله. ماشي. too much بيحصل فيها too much hair growth in the affected area red or brown disease. The orthobacteria are a rare type of bacteria. It is the most common type of bacteria. A sun and artificial light exposed to the correctly resulting painful sun burning, irritation of skin, small bumping and blistering false appearance. Related exposure to sun can be called thickness and little of the skin and scarring. A risk بقى هي additional genetic risk factor في environment risk factor may be trigger the symptoms of the bacteria when the exposure to the trigger the body remains from the new behavior of the new environment taking motion, protecting and changes building up of the bacteria. Example of the trigger including pressure sun, certain medication, زي الكتلة تكتب الدم تبيوتك عن مزاج الكيرو موقف دم تبريد تبريد انفكتن لبقات السين وعب الحيدي عن أدر إرنس أو تبريد النص الكريد التطويري هرمونة تكون من المسؤولة الجيدة التكتب انفكتن تبريد الكيرو زهرة اللي هو ال جامد أوي حصل زهرة حضرتك تمام
جامد قوي. في عندك حاجة شغالة جنبك فيها موبايل مثلا؟ مش كده كويس ايوه كده زي الفل. ها تمام. ايوه طيب تمام بالنسبه اتفضل. لي الجرافيك دايجنوستيك اوف ذا بكتيريا، التكوين تبع الهيم باث واي، احنا بنتكلم على الكلاسيفيكيشن دلوقتي ولا على ايه؟ ولا على اللاب بس؟ على كلاسيفيكيشن اند كلينيكال جينيتيك بكتيريا اللي هي الاكس لينكد. هو عندنا احنا قلنا زي ما قلنا في اكيوت وفي هي كوتينيوس. الاكس لينكد بروتوبكتيريا هي بروتروبيتك، طبعا الامينو ليفلونيك اسيد حصل فيه مشكله فبيحصل عندنا هو التايب طبعا كوتينيوس، هيحصل فوت سنسيتيفيتي رابيد اونست اوف ذا بينفول اند ايتش سكين بوست اكسبوجر تو ذا سان اكسبوجر. امانو ليفيونيك اسيد ديهايدريز بروفيريا، طبعا هي هيباتيك اند اكيوت تايب. دكتور انا بشرح في السلايد الثاني بس بشرح ده واللي بعديه قولي اللي هي بعدين. بالتايب. طيب ما انا مش هعرف اشغل الاثنين. اوكي اختار لي واحده. خلينا في اللاب. اوكي تمام. تمام. انا لو حصل ديتكت في الامانو ليبرونيك اسيد ساينتيز هيتكون لنا اللي هو الاكس لينكد بروتوبورفيريا. تمام. طيب لو اتكون وحصل عندنا مشكله في الامانو ليبرونيك اسيد ديهايدريز هيطلع عندنا اللي هو امانو ليبرونيك اسيد ديهايدريز ديفشنسي بورفيريا، ده انذر تايب. تمام. لو حصل ديفشنسي في اللي هو البورتو بالينو جين دي امينيز هيحصل عندنا الاكيوت انترميتنت بيرفيريا، وهي اللي هي الموست كومن تايب من الاكيوت بيرفيريا اللي هي النيورولوجيكال مانيفستيشن، تيجي بنيورولوجيكال مانيفستيشن. لو حصل بقى في اليورو بارفينوجين تايب 3 ساينتيز هيحصل عندنا هي كونجينيتال اريثروبيوتيك بيرفيريا. بالظبط. لو حصل الديفتيكت في اليورو بارفينوجين دي كاربوكسيليز هيحصل عندنا هي بارفيريا سكوتينيوس بارفيريا سكوتينيوس ستاردا وهي سكوتينيوس تايبس. اكمل كلهم ولا خلاص؟ لا 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 كملي بس بسرعة عشان بس هي فاضل أقل من دقيقة. يعني لو حصل تمام، لو حصل في الكربوبروفينوجين اوكسيديز هيتكون لنا الهيرديتري كربوبروفيريا. لو حصل في البروتوبروفينوجين اوكسيديز هيحصل لنا ايش اللي هي البرجريتد بروفيريا، وهي تايبس من هي اكيوت وكونتينوس تمام. مانيفستيشن. اخر حاجه لو الديفيكت في الفيروكليفتيز هيحصل لنا ايش الريتروبيوتيك بروتوبرفوريا. في عندنا صورتين اللي هي الاولى اللي هي حصل فيها ديسفيجرمنت في الفيس وفي الهاند. حاطة صور؟ مش حاطة صور هنا. والله بجد انا بتاع بعدين طيب ماشي. التريتمنت بقى خلاص. The primary goal of treatment during the acute attack are to relieving the aminolevulinic acid induction in the liver leading to decrease the production of the aminolevulinic acid and the symptomatic management of the severe pain. Despite the improvement and management of the acute attack, the treatment of the patient with frequently recurrent attack remained a challenge. The majority of these patients are the women during their reproductive age. And the sum with هي ايش؟ الكاتمنتال اسوشيشن اتاك اثناء المستوى البيريود. The patient can be treated with hormonal supplemented therapy. But the success limit off label use of the prophylactic intravenous heme infusion is common use. تمام. While the heme clearly affected are the sub acute attack, it is effective as a prophylaxis against the frequent attack and less established. Recently, a novel CIRNA based